أكيد في جمهورية مصر العربية ما وراناش حاجة غير اللجنة التأسيسية للدستور، وأكيد الانتخابات الرئاسية، انتخابات رئاسة الجمهورية. طبعا حضراتكم عارفين الجدل اللي بيحصل ما بين الإخوان المسلمين وما بين السلفيين وما بين الأحزاب الليبرالية وما بين الوفد، وانسحاب الأحزاب المختلفة وأعضاء من مجلس الشعب كمان من اللجنة التأسيسية للدستور، وتدخل المجلس العسكري في الأيام اللي فاتت ومحاولة الوفاق ما بينهم وبين بعض، وآخرها ترشيح الإخوان المسلمين للأستاذ خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وطبعا دعمهم الكبير لهذا المرشح. تعالوا نتكلم في هذا الموضوع اللي احنا كلنا قلقانين عليه، أو بمعنى صح قلقانين على مصر، مع ضيفي العزيز الدكتور ثروت بدوي، استاذ القانون الدستوري والاداري. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. يعني هنبتدي مع حضرتك باخر ما توصلنا ليه، رايك ايه في اللي هيحصل شان وضع الدستور في مصر؟ في اللي هيحصل لا استطيع التنبؤ. يعني اللجنه موجوده، الاعضاء معروفين، شوفي هيحصل ايه؟ احنا محتارين. انا اقدر اتكلم فيما حدث. أما فيما سوف يحدث فهذا علمه عند ربي. نبدأ بما حدث. كارثة من يوم 11 فبراير 2011 حينما تولى المجلس العسكري السلطة في مصر. وصار في طريق كله خطأ. وأدخلنا في متاهات ابتداء عدم قدرة أعضاء المجلس العسكري على التعرف على مشاكل مصر، الانفصال الكلي بين فكر العسكر وفكر الشعب. ولكن في نفس الوقت لولاه ما كانش الثورة كملت، ولا أنا غلطان؟ ده لا أنت غلطان أوي. تمام. ده هم اللي أجهضوا الثورة. أجهضوا الثورة. تمام. وما جاءوا إلا بتكليف من حسن مبارك لإجهاض الثورة. طب إحنا مش في مرحلة دلوقتي أول ثورة 25 يناير، إحنا في الزنقة اللي إحنا فيها دلوقتي، وموضوع ما هو الزنقه ديت اللي عملها لنا المجلس العسكري. تمام. حينما تحالف مع الاخوان. نعم. وصمم المجلس العسكري على اجراء انتخابات صوريه لمجلسي الشعب والشورى ثم لرئاسه الجمهوريه قبل وضع الدستور الذي يحدد كيف يكون البرلمان وكيف تكون رئاسة الجمهورية. عظيم. وما هي صلاحيات كل من الهيئات الحاكمة المختلفة. طيب. وعلاقتها ببعضها وطبيعة وصورة وشكل النظام السياسي الذي نبتغي. اسمح لي يا دكتور، هنا واضح جدا أن الذي خطط للسنة الماضية كان يهدف اولا الى الابقاء على النظام القديم بجميع مؤسساته، وهذا واضح، والى الابقاء على دستور 71، الدستور الذي اسس افظع نظام سلطوي حكم مطلق في التاريخ، افسد نظام في التاريخ، كرس كل السلطات في يد رئيس الجمهوريه وحوله مجموعة من المنتفعين الذين لا يراعوا ضمير وباعوا البلد وخربت البلد. اسمح لي يا دكتور. احتفظوا بهؤلاء حتى الأحكام القضائية التي صدرت بإقصاء الفلول أو أنصار النظام السابق لم تنفذ، بل تكاد تكون ألغيت، وأبقي على جميع أعوان وأركان وسلطات النظام السابق.
فنحن في معركة بين الحلم الذي جاء به الثوار وبين الواقع المريض الذي يعيد البلد إلى الوراء والاستمرار في نظام الحكم المطلق. دكتور هستأذنك بس سؤال. أطلع. في الشارع المصري كله دلوقتي وفي الجهات السيادية والرياسية وكل الأحزاب الموجودة حاليا، احنا الأحزاب كلنا كلها أحزاب مصطنعة. طب ممكن بس جميع أسأل 25 السؤال؟ حزب السابقة على ثورة يناير نعم. كانت في أحضان حزب الوطن، تمام، حتى حزب الوفد تمام كان خاضعا خضوعا كليا لحزب الوطن. التجمع كان خاضعا خضوعا كليا لحزب الوطن. ف طيب ممكن ليست هذه الأحزاب جميعا نعم. معبرة عن الشارع. خلينا نسيب الماضي شوية سنة، هنرجع له طبعا، وهستأذنك نتكلم في المستقبل شوية. عظيم. حلو. عايز أعرف بكل صراحة شديدة، أيوة، هو معظم الشعب المصري أو الأحزاب أو السياسيين خايفين من إيه؟ إنه الإخوان المسلمين والسلفيين هم اللي حطوا الدستور. إيه بالظبط؟ قول لي 1 2 3 4 اللي قلقان منه اللي موجودين حاليا. أولا السؤال بتاعك ينم عن حقيقة، وهو أن غالبية الشعب المصري ليست مع الإخوان، مع أن هم اللي كسبوا في الانتخابات المجلس الشعبي والشورى. شوف السؤال نفسه يكشف أن غالبية الشعب المصري ضد الإخوان، وهذا يكشف أن هذه الانتخابات التي أجريت لمجلسي الشعب والشورى غير معبرة عن حقيقة اتجاهات الرأي العام. ليه؟ الانتخابات فاسدة 100%، على الرغم من أن الكثيرين يتصورون أنها أعظم انتخابات في تاريخ مصر الحديث. في ناس كتير على الرغم من أنهم متفقين معايا في كثير من الآراء اللي بقولها، إنما بيقولوا إن أنا خيالي وغير واقعي. لا، أنا واقعي، نعم، بس بشوف الحاجة على حقيقتها. كويس. الكثيرون يرون الأمور في ظاهرها ولا ينظرون إلى الأمور من باطنها أو داخلها. ذلك أن انتخابات مجلس الشعب والشورى قامت على أساس القائمة الحزبية. ونظام القائمة الحزبية لا يجوز ولا يصح أن يؤخذ به في دولة حرمت تكوين الأحزاب منذ 6 عقود، حرمت النشاط السياسي. احنا ايامنا احنا كلنا واحنا طلبه في ابتدائي كنا بنمارس نشاط سياسي، بنتعلم السياسه في خلال العقود الستة منذ سنه 1952 الى الان. فيه تحريم كلي لاي تفكير. العقول جمدت لدى الاطفال والشباب والشيوخ. فلا لم تقم في مصر أي أحزاب سياسية حقيقية قبل 25 سنة. بعض الأحزاب التي قامت بعد 25 يناير إما أحزاب تعبر عن فكر الشباب الثوري وهذه قلة، أو أحزاب تحاول أن تستفيد من الأوضاع الجديدة وتحاول الادعاء بأنها ثورية، ولكنها جميعا لم تحظى بوجود حقيقي في الشارع السياسي، لم تتح لها الفرصة. نظام الانتخاب بالقائمة يتطلب أن تكون
هناك أحزاب قوية لها جذور عميقة وتكونت منذ عشرات السنين ويعرفها الشعب كله، أما الأحزاب الجديدة فلا يعرف الشعب عنها شيئا. تمام. حتى الأحزاب الـ25 معظمها برضه طيب. إحنا كلنا إحنا الثلاثة أهو قاعدين يدوبك نعرف اسمين أو ثلاثة. طيب. صحيح الأحزاب. ما كانش ليها فرصة. فإذن ما فيش حاجة اسمها انتخاب القايمة الحزبية في ظل نظام لا توجد فيه أحزاب حقيقية. طب يا دكتور يعني لا ما كمل طب. الفكرة دي الفكرة دي مهمة جدا لأن الناس مش واخدين بالهم منها أبدا. الحقيقة المرة أن نجاح الإخوان والسلفيين نتيجة لأن الإخوان والسلفيين لهم قواعد في جميع قرى ونجوع مصر. تمام. لا لأنهم يتمتعون بتأييد الأغلبية ولكن لأنهم لهم تنظيم وتنظيم حقيقي. حتى لو كان هذا التنظيم يمثل 2% فهم قوة أكبر بكثير من قوة أي حزب من الأحزاب الجديدة. تمام. أو الأحزاب التي نشأت في أحضان الحزب الوطني. وهو ده اللي حصل طبعاً. بالفعل. النتيجة يؤكد هذه النتيجة المؤلمة نجاح لحزب الأخوان المسلمين والسلفيين يؤكدها أيضا ما في قانون مباشرة الحقوق السياسية من مساوئ. يعني الحقيقة المؤلم إن اللي بيحكمونا بيتصوروا إن الشعب المصري ده ما عندوش وعي. أنا متأكد إن إما هم اللي ما عندهمش وعي أو إنهم بيتحدوا بقوتهم العسكرية إرادة الشعب، لأن أنا أعرف الفلاحين في مصر اللي أنا أعرفهم كويس جدا وبختلط بيهم وبختلط برضه مش بس بالفلاحين في بلدنا، لا أنا بختلط بالطلبة عظيم ومنهم فلاحين ومنهم يعني من جميع فئات وطبقات وفصائل الشعب. الحقيقة إن الشعب المصري عنده وعي تمام ولكنه مضلل هو محتار مش عارف لأن الحقائق لا تكشف أبدا. خلينا كم منا كان يعرف مدى الفساد الذي جرى في مصر طوال العهود السابقة. واحد على 100 تمام من الفساد. احنا اتفقنا حضرتك ان احنا لم نعرف واحد دكتور على 10 دكتور. احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين بس عايزين نتكلم في الماضي. لا بعد اذن الماضي سيادتك أنا عايزين نتكلم في الحالي دلوقتي. اسمعني بس اتفضل حضرتك اكمل الفكرة. من كوارث الأنظمة السابقة قانون مباشرة الحقوق السياسية. نعم. في كثير من الثغرات التي تؤدي إلى فساد الانتخابات تماما. ومنها مثلا يشترط أو يفرض على المرشح في الانتخابات أن يكون مندوبوه في لجان الانتخاب من نفس الشارع أو الحارة أو الحي التي تقام فيه لجنة الانتخاب اللي فيه صندوق الانتخاب. بالطبع دايرة فيها 4 مليون أو 200 قرية أو 50-60 كيلومتر مربع. تمام. وفي خلال 10 أيام مين اللي يقدر يلم تمام المندوبين في كل صندوق؟ دكتور أرجوك سامحني اسمعني للآخر سهل الوقت هيدهبنا إنما أنا محتاج إن أنا أتكلم في موضوع الدستور حاليا يعني شوف تمام لابد من خلاص من كل الأنظمة السابقة. ثبت أن جميع الأنظمة السابقة تكرس الحكم الشمولي المطلق الفاسد. طيب.
فلا بد من ان نبدا من الصفر، نظام ديمقراطي بمعنى الكلمه، بلاش الالعاب بتاعت انتخاب وانتخاب حر وانتخابات، ده الكلام ثانيا. فلا بد من عمل قانون مباشر حقوق سياسيه جديد، ولا بد من اطلاق الحريات السياسيه جميعا، ومنها حريه تكوين الاحزاب وحريه النشاط السياسي الى غير ذلك من الامور. ثانيا يجب ان نبدا، بقول لك من الصفر، الشعب صاحب السلطه. حتى يكون الشعب صاحب السلطه نبدا من الشعب. فالشعب هو الذي يختار مباشره اعضاء الجمعيه التاسيسيه التي تكلف بوضع الدستور. المخرج انتخاب مباشر بنفس الطريقه التي يتم بها انتخاب رئيس الجمهوريه. اللجنه التاسيسيه اهم من رئيس الجمهوريه. اللجنه التاسيسيه اهم من مجلس الشعب. اللجنه التاسيسيه هي التي تؤسس النظام كله. فاختيارها يجب ان يكون من الشعب. طب وخصيصا لغرض وضع الدستور. واللجنة التأسيسية يجب أن لا يقتصر، أن لا يكون عدد أعضائها يتجاوز 20 عضو. 20 عضو؟ 20 أو 30 بكتير. طب يا دكتور، اللجنة التأسيسية بالفعل تم اختيار أعضائها من قبل البرلمان، عشان الشعب يقدر يختارها لازم يكون الذين في اختاروها لا يملكون الاختيار. مجلس الشعب لا يملك حق اختيار أن يختار أبوه. طب المخرج دلوقتي ايه؟ يعني ازاي ازاي انا اختار ابويا؟ طيب ابويا قبل مين؟ انا اختاره ازاي؟ يا ناس خليكم منطقيين. اقول ايه اكتر من كده؟ وده الناس ناقشته يا دكتور ورفضته من بدري، بس ما تمش الاستجابه للشعب في الحاله دي. الشعب لا زال موجود، لا زال موجود، ودول هيروحوا في 60 داهيه كلهم لازم يروحوا، يعني يعرفوا ان الشعب اقوى من اي حاجه، لان الشعب باقي وهم زائلون. فالشعب الان يستطيع ان يبدا بانتخاب جمعيه تاسيسيه بانتخاب مباشر من الشعب. شروط: يكون اعضاء الجمعيه التاسيسيه لهم مواصفات القدره على وضع الدستور. ولتعلموا جيدا ان ما يثار في الشارع من ان الدستور يكون من وضع الشعب كله والكلام دي ألعيب ونصب على ضحك على الدقوه. بمعنى يعني حضرتك بمعنى ايه؟ يعني ايه الشعب الدستور يكون من وضع جميع الفئات؟ ازاي؟ يعني جميع الفئات والطوائف الصغيره حتى او الكبيره بناخد رأيها في ان هنا في وضع الدستور ده، ليه بيزعل؟ طيب مش يزعل، امال تسمع رأيها زي ما انت عايز. عظيم. انما تنتخب انتخاب حر. المرأة زي الرجل، مش كده؟ المفروض. المساواة معناها ايه؟ ان المرأة زي الرجل. في تكافؤ في الفرص. عظيم. يبقى ما تخصصش اماكن للمرأة. هي تدخل في الانتخابات زيها زي الرجل. مش في مساواة؟ ما هو دكتور، ما انت دكتور حضرتك اللي يعني الفئات الكبيره اللي موجوده في المجتمع، والدليل الانتخابات اللي فاتت الستات مش عايزه حاجه. بقول لك الانتخابات اللي فاتت كلها غير سليمه، بترجع تاني ساعه ما اتكلم انا عن الجديد ترجع لي القديم. لما اتكلم عن القديم تقول لي لا خليني. طب المصيبه خليك بقى، المصيبه حضرتك معلش انا يعني بقول لك شوف احنا شوف هل في حد هيعمل اللي انت حضرتك بتقوله دلوقتي ده ان احنا نلغي كل ده؟ الغالبيه من الشعب. انتوا عشتوا في نظام كله ضلال. اجهزه الاعلام اللي انتوا منهم تمام، علمتم عكس الواقع، عكس الحقيقه. تمام. 90% من بيانات المسؤولين من سنة 52 إلى الآن غير صحيحة. الأرقام اللي بيقولوها غير صحيحة. لدرجة إن ده أنا عندي أمثلة. في سنة 1960 في اجتماع المؤتمر العام للاتحاد القومي قبل الاتحاد الاشتراكي.
وزير التخطيط الأرقام غير وزير الصناعة، وبقول وزير التخطيط كان بغدادي، وزير الصناعة كان عزيز الصدر. الاثنين قالوا عن نفس المصانع أرقام مختلفة تماما عن بعضها. وفي حاجات طيب. كتير الإعلام الحكومي والخاص كله موجه طيب. بيدي أرقام وبيانات ومعلومات غير صحيحة. لا اعتبرنا يا إحنا دكتور أقنعنا الشعب المصري سنة 56 إن إحنا هزمنا 3 دول، صح؟ وأقنعنا الشعب المصري إن مصر أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط، واحتملت ما احتملتش ساعة سنة 67. تمام. فكفى تضليلا كويس. ولنبدأ بالحقيقة. فالحقيقة بقول لك هننتخب 20 أو 30 عضو فيهم مواصفات وقدرات زي ما اخترنا 30 عضو لعمل دستور 23، اخترنا 50 عضو لعمل مشروع دستور 54، وكلهم كانوا من القمم الممثلة لكل الاتجاهات والتيارات. إنما مش معنى الاتجاهات والتيارات تقول لازم يبقى عدد معين من المرأة، وعدد معين من الفلاحين، وعدد معين من العمال، وعدد معين من الشباب، وعدد معين من الأقباط. ايه ده؟ نقسم البلد مش مهم لا. الكتر. شوف، المفروض ان عضو لجنة الدستور وعضو البرلمان ورئيس الجمهورية واي حاكم يمثل الشعب كل الشعب وينوب عن الشعب كل الشعب بجميع فئاته، انما يمثل فئة الشباب او فئة المرأة او فئة الأقباط ده مصيبة. تفتيت الشعب وهنخلي الشعب كله يضرب في كله. ده احنا بنروج لافكار تخريبيه. ده المخطط الامريكي هو التقسيم. يا ناس، انا حضرت مؤتمر من سنه، يعني في العهد ده بعد الثوره. ايوه، مؤتمر عاملاه جمعيه من الجمعيات المدنيه من وراءه جمعيات أجنبية وممول من الخارج في إحدى الفنادق، وفوجئت بأن هذا المؤتمر ضم إخوان مسلمين وأحزاب مختلفة ومستقلين وثوريين وكلهم، وما هماش واخدين بالهم إن المؤتمر ده يهدف إلى تقسيم مصر، ونادوا بتقسيم مصر، وقالوا عاوزين كده حكم محلي لكل إقليم من الأقاليم اللي عاوزين يقسموا في مصر، مش واخدين بالهم. التقسيمات يا دكتور يعني بتحصل في أحد حاجات الناس كتير الكويسين، وأقول بالاسم عبد الغفار شكري، فوجئ لما رديت عليهم أنتوا تقولوا إيه اللي بتعملوه ده؟ طب دكتور، فبقول لكم احنا عايشين. امريكا صرفت في خلال السنه الاخيره من يوم 25 يناير 2011 صرفت في مصر اكتر من 2 مليار دولار. طب خلينا يا دكتور عشان احنا للاسف مضطرين ان احنا نختم، بس قبل ما نختم لازم يعني لازم اسالك ايه اللي الشعب المصري متوقعه او محتاج ان يكون موجود في الدستور الجديد؟ الدستور الجديد كما تطلبون يجب ان يكون للشعب كله. طب وللشعب كله معناه ايه؟ الاجيال الماضيه والاجيال الحاليه والاجيال السابقه. مصر تتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فاحنا شعب وحده واحده لا يختلف فيه غني عن فقير، ولا متعلم عن جاهل، ولا مسيحي عن مسلم. كلنا سواسيه، وكلنا لنا مصالح مشتركة واحدة. فيجب أن يكون أي حاكم أو مسؤول ممثلا للشعب كله. وبالتالي يجب أن يكون الدستور موضوعا من أجل تحقيق اقتصاد حقيقي، أمن حقيقي،
حريات حقيقية، قضاء مستقل، قضاء حقيقي، لأن القضاء هو حامي حمى الحاكم والمحكوم، هو الذي يحمي سلطات الحاكم ويحمي حقوق المحكومين. فالقضاء المستقل الذي لا وجود له في مصر منذ سنة 52 إلى الآن، القضاء لا يكون مستقلا إذا كان ضباط ثورة يقوموا يضربوا السنهوري في مكتبه وهو رئيس مجلس الدولة في مارس 54. القضاء لا يمكن أن يكونوا مستقلين إذا كان النظام يحل مجلس الدولة سنة 55 أو يحل الهيئات القضائية كلها سنة 69 أو يحصل اللي حصل في الأيام الأخيرة وعبد المعز وغير عبد المعز. الكلام ده كله يبين أن ما فيش استقلال خالص للقضاء. دكتور، احنا عاوزين قضاء مستقل يستطيع أن يحقق السيادة القانون والحماية الحقيقية للحريات والحماية للنظام. تمام دكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري والإداري، نورتنا يا فندم، وشكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. نشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا النهارده، شرفتنا. معلش انا شديت. لا لا بالعكس، لا تمام. بالعكس حضرتك. نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده، بكره ان شاء الله نشوفكم في يوم جديد، فريق عمل جديد، ونهاركم سعيد.